إذن عن أزمة اللاجئين السوريين في لبنان وعمليات إعادتهم إلى مناطق سيطرة النظام، ينضم إلينا عبر سكايب من إنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف. أستاذ رضا، مرحبا بكم. يعني معاناة اللاجئين والنازحين السوريين تلاحقهم في الداخل المحرر وأيضا في الخارج في لبنان وغيرها من الدول، ولكن هنا كيف تصفون وكيف ترون جهود المنظمات الإنسانية في رفع معاناة النازحين واللاجئين السوريين بشكل عام؟ أسعد الله أوقاتكم جميعا. بداية عبر قناتكم الكريمة ذكرنا مرارا وتكرارا عبر 12 عام من تاريخ الثورة السورية معاناة اللاجئين وخاصة في لبنان، وذكرنا بالتحديد جهود المنظمات الدولية بأنها لم تكن في يوم من الأيام كافية. اللاجئين السوريين هم بحاجة إلى ميزانية دول، هم بحاجة إلى تقديم خدمات أكبر بكثير مما يتم تقديمه. المنظمات الدولية وجدت حتى تساند أو تساعد في البعض من الاحتياجات في بعض الاختصاصات، ولكن لا تستطيع أن تغطي كامل الاحتياجات. عدك عن نقص وتقليص هذه المساعدات في السنوات الأخيرة، وعدا عن بعض الدول المضيفة التي أصبحت نوعا ما تقتطع من هذه المساعدات أو تذهب ببعض المساعدات لخدماتها الخاصة نوعا ما، وهذا الأمر حقيقي وموجود، يعني أرد أن أنوه عليه بالتحديد. اللاجئين السوريين وخاصة في لبنان وبعض الدول العربية كالأردن أيضا هم بحاجة إلى دعم أكبر، هم بحاجة إلى اهتمام أكبر. الأمم المتحدة في كل مرة تحتاج إلى قرارات حتى تدخل المساعدات أو حتى تقدم المساعدات بحاجة إلى موافقة الدول، وكأن ما تقوم بها هي حرب وليست مساعدة وليست عمل إنساني. أستاذ رضا، يعني من الذي يدافع عن اللاجئين السوريين؟ أليست المعارضة معنية بهذا الأمر بالدفاع عنهم؟ طبعا سيدي الكريم، لكن المعارضة ليس بيدها المال حتى تقدم، ليس بيدها الخدمات حتى تقدمها. المعارضة هي تطلب من الدول ذات القدرة، تطلب من الدول التي تملك القرار ابتداء من أمريكا وحتى أصغر الدول، من يستطيع أن يقدم المساعدة المالية، من يستطيع أن يقدم الدعم بالقرار السياسي، من يستطيع المساعدة في الدعم الطبي أو المساعدة في الملف الإنساني، هذا ما تستطيع المعارضة تقديمه. المعارضة ليس لديها المال، ليس لديها ما تستطيع أن تقدمه سوى الإلحاح والطلب بشكل ملح على الدول ذات القرار وذات القدرة على تقديم المساعدة. هل تتحمل المعارضة وحدها في عدم الوقوف بجانب اللاجئين السوريين، خاصة ما يحصل في لبنان؟ لا سيدي الكريم، المعارضة تتحمل جزء نعم، لكن المعارضة هي حال اللاجئين. المعارضة غالبيتها في تركيا أو في بعض الدول وليكن الأوروبية أو حتى في بعض الدول الأمريكية. في كل دولة يوجد، لم يكن هناك كتركيا ائتلاف أو حكومة مؤقتة، هناك لوبي سوري يعمل بشكل حثيث للمساعدة في الملف السوري، لكن المعارضة هي حالها حال اللاجئين، هي تلح وتعمل بشكل مثابر للحصول على هذه المساعدات، للحصول على الدعم بكافة أشكال اللاجئين السوريين. لكن في النهاية عندما يتم الإحجام أو يتم الرفض من قبل الدول المعنية فليس بيدها أي حل سوى أن ليس تصمت، أن تبقى في المسار الذي بدأت به حتى تستطيع الحصول على نتيجة. على ذكر الدول، هل هناك قصور من قبل الدول الغربية والجانب جانب الولايات المتحدة في عدم الوقوف مع اللاجئين السوريين، خاصة طبعا نحن نتحدث هنا عن الذي يجري للاجئين السوريين في لبنان؟ نعم سيدي، نعم هناك قصور بكافة الملفات وخاصة الملف الإنساني والملف الأمني. هناك حملة عنصرية كانت منذ عامين أو ثلاث أعوام اتخذتها إما بقرار حقيقي أو بقرار مبطن قامت به الحكومة اللبنانية في الضغط والتضييق على اللاجئين السوريين لإعادتهم إلى النظام. وطبعا جميعنا يعلم بأن هناك تنسيق عالي المستوى بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية، فهم جزء لا يتجزأ عن بعضهم، والاثنان بنفس الوقت
هم محكومون لجهات خارجية تنفذ من خلالهم أجندات بحق سوريا وحق اللاجئين السوريين. لبنان لا يستطيع امتلاك قراره، فالقرار نحن نعلم هو للمحاصصات. القرار في لبنان هو لبعض الأحزاب وبعض التحزبات السياسية والتحزبات الدينية الطائفية. من يملك القرار في لبنان حاليا هو حزب الله، وهو العدو الرئيسي والقاتل الرئيسي للشعب السوري. فكيف سيكون هناك مساعدة أو سيكون هناك حفاظ على حقوق اللاجئين في لبنان؟ هذا الأمر يحتاج إلى وقفة حقيقية من الدول الكبرى والضغط حقيقي حتى تتوقف هذه التجاوزات بحق اللاجئين السوريين. أستاذ رضا، تزايد عمليات إعادة اللاجئين التي يقوم بها الجيش اللبناني في مناطق أو ترحيلهم إلى مناطق النظام، أسألك عن مدى قانونية ذلك، ولماذا الجيش اللبناني هو الذي يقوم بعمليات الترحيل؟ أليست هناك وزارة داخلية؟ لماذا الجيش اللبناني يقوم بهذه المهمة؟ نعم سيدي، اللاجئ أي لاجئ في 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 هذه الدنيا لم يكن يرغب في يوم من الأيام أن يكون لاجئ. لا يوجد إنسان يرغب في الخروج عن بلده واللجوء إلى بلد لا يعرف مصيره به. ما أخرج اللاجئ من بلاده هو الهروب من الموت. اللاجئ، معنى كلمة لاجئ بالقانون تعني أن إنسان فر من الموت هو أو أسرته أو من الشيء الذي يهين كرامته أو يتعرض لحياته أو عرضه. No. السوري لم يخرج من بلده للسياحة، لم يخرج لتغيير البلد أو لاستكشاف البلدان الأخرى، لا أبدا. خرج من بلده مرغما فرارا بأطفاله من الموت. عندما يلجأ إليك إنسان، حتى في العرف العربي لدينا، عندما يلجأ شخص إلى بيت يحميه يموت أهل البيت جميعا لحماية هذا الدخيل كما نسميه بالعربي نحن. فكيف بلاجئ عزل التجأ إليك من موت لتقوم بتنسيق مع الجيش السوري أو مع النظام السوري وإعادته؟ سألتني لماذا الجيش اللبناني؟ نعم، لأن الجيش اللبناني كما ذكرت لك هناك سيطرة كاملة من قبل حزب الله على المؤسسات الدولة اللبنانية. وفي هذا اليوم ويوم أمس سمعنا جميعنا بعملية حزب الله للاستحواذ على شعبة المعلومات التي حاصرته نوعا ما ووقفت بوجهه. بالسابق سال رئيس شعبة المعلومات الجنرال وسام الحسن، واليوم يعمل على الاستحواذ على هذه الشعبة فقط لأنها وقفت بوجهه وقالت لا في بعض الملفات التي تخصه. أستاذ رضا، حتى نكون منصفين، يعني الجيش اللبناني وبشهادة منظمة Human Rights Watch يقول الجيش إنه يعيد من لا يملك أوراق ثبوتية أو من لا يملك إقامة، فما الانتهاك المسجل على الجيش إذن في 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 هذا الوصف في هذا المقام؟ سيدي، وأي لاجئ سيكون لديه أوراق ثبوتية؟ نعم، اللاجئ الذي خرج بعد أن تدمر منزله فوق رؤوسه ورؤوس أطفاله كيف سيخرج بأوراق ثبوتية؟ اسمه لاجئ. أنت عندما تبدأ حياة جديدة، البلد المضيف لك سيؤمن لك مستلزمات العيش، سيؤمن لك الأوراق الثبوتية، سيؤمن لك تعليم أطفالك، صحة أطفالك وصحتك، سيؤمن لك كل ما يلزم. هل هذا عذر أنا أعيد لاجئ إلى الموت من أجل أوراق ثبوتية؟ هذا العذر أقبح من ذنب حقيقة. لا يوجد في القانون، في القوانين الدولية أو الإنسانية أو المعاهدات أو المواثيق أي شيء من هذا القبيل. هؤلاء اللاجئين الذين ذهبوا إلى أوروبا، من منهم ذهب بأوراق ثبوتية؟ من قال لديه أوراق ثبوتية؟ من طلب منه أوراق ثبوتية؟ من لجأ بالاسم الذي قدمه للدولة اللجوء، وهي بطريقتها تثبتت من معلوماته وسار الأمر على هذا الأساس، لكن لم يقول لها ارجع إلى النظام أو سنعيدك إلى النظام لأنك ليس لديك بطاقة أو ليس لديك أوراق ثبوتية. هذه حجج واهية. أستاذ رضا، هناك من يقول إن الحالة السياسية في لبنان والمحاصصة الطائفية التي تجري هناك هي التي أثرت على شكل تعامل الدولة مع اللاجئين. أصيغ لك سؤال من منظور آخر، هل أن موضوع اللاجئين أصبحت قضية سياسية في لبنان أكثر من ما هي قضية إنسانية؟ قولا واحدا سيدي، قضية اللاجئين هي استثمار سياسي بحت. من يبني انتخابات رئاسة الدولة على لاجئين، ومن يبني اقتصاد يبني أو يحيل فشله في إدارة اقتصاد بلد على اللاجئين، فهذا الأمر سياسي بحت. هذا الأمر استخدموا قضية اللاجئين للأسف
في لبنان وفي غيرها، لكن في لبنان كان مستوى العنصرية مرتفع بشكل زائد. حاولوا استغلال هذه القضية بعدة اتجاهات سواء سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، وكان الضغط الأكثر في الاتجاه الاقتصادي والاتجاه المالي والاتجاه السياسي الأمني الذي ذكرناه منذ قليل. عبر سكايب من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف، شكرا جزيلا لكم.